مرحبا بكم. جون سينا هو واحد من أقوى المصارعين حول العالم، ولكنه لم يكتفي بهذا الشيء فقط، حتى أصبح واحدا من أشهر الممثلين في هوليوود. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نسافر في رحلة حتى نتعرف على الحياة الطبيعية التي يعيشها هذا الممثل المصارع المشهور. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصل إليك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. من المعروف أن جون سينا يعيش حياة فارهة للغاية، كما أنه يتواعد مع نيكي بيلا ويعيشون معا في منزله الخاص به في فلوريدا. يقال إنه في عام 2005 تم شراء هذا المنزل مقابل سعر 525 ألف دولار، وتصل مساحته إلى 3704 أقدام مربعة. ومع مرور السنين تمكن من عمل تغيرات كبيرة في هذا المنزل الذي يقال إنه تم بناؤه في عام 2002. يحتوي على 5 غرف وأربع حمامات، ويقال إن سعره الآن يصل إلى 3,600,000 دولار. ويقال أيضاً إنه يمتلك منزلاً في سان دييغو. يحتوي المنزل أيضاً على حمامي سباحة، أحدهما داخل المنزل والآخر خارج المنزل، ويحتوي أيضاً على 2 من الزلاجات المائية وعلى شلال ونافورات متعددة، بالإضافة إلى وجود العديد من الصخور والأبواب القديمة التي تشبه الأماكن المهجورة كنوع من الديكور المميز، حتى إنه توجد غرفة تعرف باسم غرفة الأشخاص المميزين، وهي تعد الغرفة المفضلة لجون سينا. ويقال إنه يتم اتباع العديد من القواعد التي يمتنع على أي شخص مخالفتها، ومن بين هذه القواعد ممنوع على أي امرأة الدخول إلى هذه الغرفة، وتحتوي على أريكة مصنوعة من الجلد ولعبة الشطرنج. تعتبر الذكريات أحد الأشياء الأساسية في حياة جون سينا، حتى إنه يضع هذا البرميل في المطبخ الذي يحتوي على العديد من الذكريات مع أصدقائه. ولكي يتم تعويض غياب زوجته عن هذه الغرفة، صنع خزانة ملابس خاصة بها، وهي تعتبر أفضل غرفة لها. أما غرفة النوم الرئيسية تحتوي على سقف يحتوي على مرايا، وهي تعتبر واحدة من الغرف الفارهة. ويحتوي المنزل على صالة استقبال مميزة للغاية، وجراج ضخم جدا، وسور كبير يحيط بالمنزل، ومجموعة من أفضل ألعاب الفيديو جيم التي كان يحبها جون سينا. هذه المنطقة تعرف باسم نيدز ليكس، وهي تعتبر أحد الأماكن المميزة في فلوريدا، ويستطيع أي شخص الذهاب إليها من أجل قضاء وقت ممتع للغاية، وهذا ما يقوم به جون سينا أيضا. ومن المعروف أن جون سينا يفضل الحياة الخاصة، ولهذا يذهب في الكثير من الأوقات إلى هذا المكان. ويقال إن سعر المنزل في هذه الجزيرة في عام 2021 وصل إلى 273 ألف دولار، ولكن إيجار المنزل يصل إلى 1400 دولار في الشهر. ولكن المنزل الذي يعيش فيه جون سينا يحتوي على 5 غرف وخمس حمامات، ويحتوي على ساونا وممر إلى البحيرة وسينما ومكان يحتوي على أشعة الشمس عن طريق السقف الزجاجي، ويوجد أسفله حمام سباحة. ويقال إن سعر هذا المنزل يصل إلى 1,649,000 دولار. من المعروف أن منزل جون سينا يحتوي على جراج ضخم للغاية، وهذا يؤكد أنه يمتلك سيارات عديدة ومميزة. على سبيل المثال سيارة فورد في عام 2017 التي كان يصل سعرها إلى 500,000 دولار، وبعد امتلاكها بشهر باعها مقابل سعر 1,540,000 دولار. وفي عام 2017 اشترى سيارة من نوع فيراري إصدارها عام 2004، ويقال إن امتلاك هذه السيارة كان أحد الأحلام التي كان يحلم بها وهو في سن المراهقة، حتى إنه كان يقول عنها إنها عبارة عن قطعة فنية مدهشة، كما أنه أضاف بعض التعديلات عليها مقابل سعر 2,000 دولار حتى أصبحت أقوى وأسرع، ويقال إن سعرها بالكامل يصل إلى 120,000 دولار. وهذا يؤكد أن المصارع المشهور والممثل البارع جون سينا يمتلك ثروة كبيرة للغاية تصل إلى 60 مليون دولار. ويقال إن أغلب هذه الثروة كان قادراً على تحقيقها من خلال المشاركة في المصارعة الحرة التي ساعدته على تحقيق شهرة واسعة جداً حول العالم. ويقال إنه استطاع تكوين ثروة 9,500,000 دولار من المصارعة. وفي عام 2021
يقال إن المشاركة المؤقتة في المصارعة جعلته قادراً على تكوين ثروة تصل إلى 8.5 مليون دولار، كما يقال إنه قادر على الحصول على 1.5 مليون كل عام من خلال شركات الإنتاج التي تجعله قادراً على عمل إعلانات مميزة للغاية. كما يقال إنه كان قادراً على تحقيق الثروة من خلال المشاركة في الأفلام السينمائية مثل ما حدث في عام 2006، حيث استطاع الحصول على مبلغ 280,000 دولار، وفي عام 2015 حصل على مبلغ 2.5 مليون دولار، وفي عام 2020 تبرع بمبلغ 1,000,000 دولار إلى المغني كيبوب. ولكن يقال إن أغنى واحد في المصارعة الحرة هو المؤسس كندي مكمان، الذي استطاع الحصول على إدارة المصارعة الحرة في عام 1982 من والده، الذي يقال إن ثروته تصل إلى 1.9 مليون دولار. هل كنت تعلم أياً من هذه المعلومات من قبل عن جون سينا؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصل إليك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.